إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة وانطلاقاتنا مستمرة في أرضية هذا الميدان لينطلق شوطنا 25 وهو شوط الختام للإبكار المهجنات الأصايل من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط لأتابع أيضا مقدمة الأداء والاندفاع والتميز هناك على المركز الأول هنا على الصدارة. الحذرة لسعيد بن محمد بن غميل الاكتبي ياتي على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني مرتبه لمسلم بن علي بن دري المنصوري هناك ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث نويع السلي راشد بن سلطان بن سالم الدرعياتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك المايدية لعبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي ياتي بهذا المستوى وهذا الانطلاق والتحدي والإثارة الجميلة هنا تجمع ما بين هذه الأصايل، بينما الفائض لعبد الله بن معتوق بن شامس العامرياتي ايضا مقدما لأدائه وتحدياته المستمرة والجميلة ما شاء الله. الكل يبدأ ويسير وينطلق ويتميز هنا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي وبهذه الاندفاع المميزة. من وصل وصلت هنا أسياد محمد بن حمد بن خويتم العامري يقدم لنا أسياد، وكذلك الوصول هناك من الجانب الآخر. الكل هنا يبدأ تحديه وانطلاقه ومنافساته وقوته وإثارته الجميلة، كذلك هنا مثيرا مبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري وصل في هذه اللحظات مع مثيرة، وهنا كذلك غنادير هناك غنادير القادمة غنادير المتحركة لسعيد بن حمد بن حميد راعق حير الدرعية هنا يتقدم في هذه اللحظات مقدما لاندفاعه وانطلاقته، وكذلك هنا الوصول لكني بعود الى المركز الاول، بعود الى الصدارة، بعود الى مقدمة الشوط، الى اندفاعه وانطلاقه. الحذر 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 على المركز الاول على الصدارة لسعيد بن محمد بن غميل الاكتبي على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط. اما المركز الثاني غنادير غنادير يا غنادير على المركز الثاني لسعيد بن حمد بن حميد راعق حير الدرعي ياتي على المركز الثاني يتحرك بهذا المستوى الجميل. الكيلو المتر الاخير وصلت الفائضة وصلت الفايض عبد الله بن معتوق بن شامس العامري يتحرك بالمركز الثالث يتحرك بهذا المستوى. رابع المراكز نويعس لراشد بن سلطان بن سالم الدرعي على المركز الرابع في هذه اللحظات، ولكن وين الحذر 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 على المركز الاول على الصدارة، متحذرة كل الحذر هنا على المركز الاول لسعيد بن محمد بن غميل الاكتبي بن غميل يطير ويطير يقلع ويبدع على صدارة هذا الشوط بانطلاقة وتحدية. لكن راعق حير راعق حير مع غنادير مع غنادير هنا على المركز الثاني سعيد بن حمد بن حميد الدرعي يطير هناك مع الانطلاق هنا يطير مع اللحظات الأخيرة. إذا غنادير 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 سعيد بن حمد بن حميد راعق حير الدرعي خلاص الفوز والانتصار تستاهلون تستاهلون جماهيرها اللي ظاهرين من الفتحة ما شاء الله. اللحظات الأخيرة تهانينا وناموس لمالك غنادير سعيد بن حمد بن حميد راعق حير الدرعي، تهانينا لك على هذا الفوز. المركز الثاني
الثاني الحذر لسعيد بن محمد الغميل الكتبي المركز الثالث الفائضة لعبد الله بن معتوب وشاوز عامري المركز الرابع كانت هي أيضا نوعس لراشد السلطان بن سالم الدرعي والمركز الخامس مرتبة لمسلم بن علي بن دري المنصوري. اذا مشاهدين الكرام منافسة شيقة وادان كبير وايضا غنادير ما خيبت ظن مشجعيها الصغار اللي تابعونها من السياج الخارجية كانت بطلة متوجة متنومسة تستاهل اللي يظهر لها واللي يشجعها. هذه هي غنادير لسعيد بن حمد بن حميد راعق حير الدرعي بطلا من ابطال هذه الرياضة. سلام القطاع الجنوبي سلام وسلام رقاعات سلام. والتوقيت الزمني 6:02:05 من الثانية هو التوقيت الزمني المرافق لها لحظات وصولها بينما وصلت على المركز الثاني وكانت حاضرة الحذرة الحذرة لسعيد بن محمد بن غمير بن سعيد اكتبي 6:05 وجزء واحد من ثاني توقيت المركز الثاني. المركز الثالث الفائضة لعبد الله بن معتوق بن شامس العامري وتوقيت الزمني 6:07:03 من الثانية. تهانينا والناموس.